شباب، المرة الماضية بلشنا نحكي عن البروسيس وحكينا شوية كيف ممكن نعمل مانجمنت إلها، أخذنا بعض الكوماندز وحكينا عن بعض أنواع البروسيس والبروسيس الحالات اللي بتشتغل فيها البروسيس، وأخذنا كم من اكزامبلز عن عملية المانجمنت للبروسيس. طبعا البروسيس ببساطة عبارة عن إيش؟ عبارة عن أي برنامج بنعمل له دبل كليك، او اي برنامج بنعمل له ايش اكسكيوشن. ايش هو البرنامج؟ البرنامج هو عباره عن سيريز من الكوماندز او البايتس بتكون مخزنه في ملف، وغالبا بيكون لها اكسكيوتبل بيرميشن. هاي عشان تشتغل لازم يكون لها ايش انفايرمنت. هاي الانفايرمنت اللي بتتنفذ فيها هاي البروسيس او هذا البرنامج بنسميها ايش الايمج. طبعا باللينكس واليونكس بامكانك تعمل رن لاكثر من بروسيس في نفس الوقت، لانه اليوم اغلب اجهزتنا تدعم المالتي كور والمالتي بروسيسنج وكل هاي الاشياء. زمان كان بامكانك تعمل رن لتو بروسيس في نفس الوقت، لكن اللي نعملها اكسكيوشن بتكون واحده، وفي واحده بتكون ايش بالكيو بتستنى الدور تبعها حسب الخوارزميه اللي بتستخدمها السي بي يو عشان تنفذ البرامج او التعليمات. طبعا حكينا انه في عندنا اكثر من حاله بنقدر ننفذ فيها البروسيس او الجوبس او البروجرامز او التاسكس. في اشي بيكون بالباك جراوند، في اشي بيكون بالفور جراوند. بالباك جراوند اني خلص اعمل رن للبرنامج تبعي، واخر اشي بحط ايش؟ بحط اشاره الاند. وفي عندي بالفور جراوند لما بكون كاتب الكوماند على التيرمينال، لكن بالفور جراوند مرات بيكون الشيل او الكوماند برومت ما بقدر اكتب فيه اي شيء ولا انفذ اي تاسك حتى تتنفذ التاسك اللي كانت ايش شغاله. طبعا اخذنا اكزامبل على بعض السيستم كولز اللي ننفذهم لما نتعامل مع بعض البروسيس. من ضمنها من هذا احد الامثله على هذا السيستم كولز اللي هي الفورك. الفورك اني زي بعمل كوبي عن او كلون للبروسيس اللي شغاله لوحده ثانيه. طبعا لما بنعمل رن لبروسيس بالغالب الاوبريتنج سيستم بيعمل تراكنج للمعلومات اللي بتتعامل معها البروسيس. بيعمل اوبريتنج سيستم، بيعمل اكاونتنج للاشياء اللي صارت. كل هاي الاشياء بتكون ريكوردد، شو الملفات اللي كانت مفتوحه، شو الملفات اللي البروسيس عملت لها رن، شو الكرنت دايركتوري اللي كانت شغاله فيه البروسيس. واخذنا انه في عندنا اول بروسيس بتشتغل جوا الكمبيوتر اللي هي الانيشياليزيشن، والاي دي تبعها عباره عن واحد. الاي دي تبعها عباره عن واحد. حكينا انه البروسيس او البروجرام مرات لما بتشتغل بتحتاج الى مجموعه من المعلومات. هاي المعلومات على سبيل المثال عدد البارامترز اللي انا بحتاجها، مثلا الفاليوز تبعت هاي البارامترز، هذول بنسميهم الارج بي والارج سي، الفاليو والكاونت. شو في عندنا كمان الاشياء اللي اخذناها؟ حكينا انه البروسيس لما بتتنفذ اخر شيء بيكون في لها ايش اكزيت كود او ريتيرن كود. هذا الريتيرن كود اذا كانت الفاليو تبعته زيرو معناته البروجرام تنفذ بشكل صحيح من دون مشاكل، اذا كانت الفاليو اكبر من زيرو معناته في عندي مشكله في تنفيذ هذه البروسيس او البروجرام. بعض المعلومات اللي الاوبريتنج سيستم بيعمل لها تراكنج، الوركينج دايركتوري، الفايل ديسكريبتور تيبل، البروسيس اي دي، في عندنا البروسيس جروب اي دي، البيرنت بروسيس اي دي، كمان اليو ماسك، برضه الافكتيف يوزر اي دي والجروب اي دي. طبعا الافكتيف يوزر اي دي مرات احنا بنستخدمه لما بدنا نعمل رن لبروجرام، هذا البروجرام بيحتاج الى صلاحيات الروت، ولكن انا عشان ما اعطي صلاحيات الروت دائما لهي البرامج، فبس بكون محدد انه باللحظه اللي انت بدك اياها روح خذ هاي البريفيليج. بس تخلص من تنفيذ هذا البرنامج بعمل ريفوكينج او بسحب هاي الصلاحيات اللي اعطيتك اياها.
في عندنا كمان الريال يوزر اي دي والجروب اي دي، هاي كمان راح نتكلم عنها في المرة القادمة في الجزء الثاني من هذا الشابتر. في عندنا كمان شباب الانفايرمنت فاريبلز. الفاريبل ببساطة هو عبارة عن متغير، هذا المتغير فيه له ايش قيمة. احنا لما بنعمل رن لبروجرامز، هاي البروجرام تحتاج الى مجموعة من المعلومات زي المسار اللي بدها تتنفذ فيه، او مثلا اشياء معينة، نوع الشل، نوع الهوم دايركتوري، كل هاي الاشياء. فانا اذا كل برنامج بدي اكتبه، بدي اروح احدد هاي الاشياء كتابة، هذه ممكن تاخذ مني ايش وقت طويل جدا. لذلك انا بكون عامل كرييشن لفاريبلز، هاي الفاريبلز بكون مخزن فيها هاي القيم، وبعدين بعملها اكسبورت على اساس انها تكون ايش انفايرمنت فاريبل عشان تتنفذ هاي البرامج فيها. هاي السيت يوزر اي دي والجيت يوزر اي دي، واشهر مثال عليها اللي هو برنامج التغيير الباسورد اللي هو الباس دبليو دي. اذا بنروح لهون، أو شباب هون الصلاحيات، مين اللي بيعمل رن لهذا البرنامج، او لمين صلاحيات هذا البرنامج؟ صلاحياته للروت فقط لا غير. لاحظوا الاذرز ما في عندهم ولا بيرميشن الا الريد على هذا البرنامج، وبالتالي انا لما بدي اغير الباسورد لازم يكون ايش الي البيرميشن. شباب عشان تنفذ البرنامج بدك تو بيرميشن، اول واحده اللي هي الريد تقرا الكونتنت تبعه، والشغلة الثانية اللي هي ايش اكسكيوتبل، وبالتالي الار اكس هي البيرميشن اللي انت بتحتاجها عشان تنفذ هذا البرنامج. طبعا الانفايرمنت فاريبل ببساطة بتكون بالكمبيوتر على شكل بير، هذا البير اللي هو النيم، الاسم، وايش الفاليو طبعا، او في ناس بتسميها الكي والفاليو، شو ما بدك تسميها سميها. طبعا احد اشهر الامثله على الانفايرمنت فاريبل اللي هو الباث. الباث شو هو؟ الفاريبل اللي انا لما بعمل رن لكوماند الاوبريتنج سيستم بيروح يشيك هذا البرنامج وين موجود عشان ايش انفذه. في عندنا كمان التيرم اللي هو نوع التيرمينال اللي بنتعامل معه، برضه هذا من الانفايرمنت فاريبلز. طبعا الانفايرمنت فاريبل اذا بنيجي على سبيل المثال شباب، إذا بنعمل ايكو ل، لاحظوا شباب هذا هو عبارة عن الانفايرمنت فاريبل. لاحظوا هاي لما بعمل رن على برنامج لبرنامج جوه الكمبيوتر، يعني مثلا لما اعمل رن للال اس، اول شيء التيرمينال وين بيروح يشيك؟ يروح يشيك على هاي الملفات، هل البرنامج تبعي موجود هون؟ لا. طب موجود هون؟ لا. موجود هون؟ لا. موجود هون؟ لا. يظل يدور، اذا لف عليهم كلهم وما لقاهم شو بيقول لك؟ بيقول لك الكوماند نوت فاوند. اذا لف عليهم كلهم ايش وما لقاهم، بالتالي يقول لك ايش؟ برنامج نوت فاوند. طبعا شباب على سبيل المثال في عندنا برنامج ماي بروجرام. ماي بروجرام شو في جواته؟ جواته بيطبع لي، ها شو بيطبع لي؟ بيطبع لي اللي ايش؟ الفاليو تبعت ايش؟ الكلمه ايش؟ هلو. فاذا بروح بنفذ هذا الشيء شو بحكي لي؟ بحكي لي كوماند نت فاونت. طب هاي الحاله انا عشان انفذ هذا الكوماند في عندي خيارين، الخيار الاول اني اروح اكتب المسار كامل اللي موجود فيه هذا البرنامج، اكتب المسار كامل اللي موجود فيه هذا البرنامج، او اني ايش؟ اروح احطه جوا الانفايرمنت فاريبل. على سبيل المثال هنا اذا بدي اعمل رن لهذا البرنامج، لاحظ شو بكتب؟ ماي بروجرام، تنفذ البرنامج عندي. طيب خليني مثلا لو رحت انا وين على الهوم دايركتوري، لاحظوا انا بالهوم جوبا جيت بدي انفذ البرنامج، شو بحكي لي التيرمينال؟ بحكي لي انه الكوماند مش موجود، وبالتالي انا عشان انفذه لازم اعطيه هوم ولازم اعطيه جوبا ولازم اعطيه ديسكتوب ولازم اعطيه باث ولازم اعطيه ماي ايش؟ ماي بروجرام. اه
هون شو بيعطيني؟ اوكي طيب، بس ديسكتوب جوبا. طيب لاحظوا شباب، هون انا عشان انفذ هذا البرنامج لاحظوا اضطريت اكتب المسار كاملا، وبالتالي انا كل برنامج اذا بدي اكتبه كامل المسار كامل معناته ايش؟ راح تاخذ مني وقت كثير. طيب شو الحل؟ الحل اني احط المسار تبع البرنامج هذا في الانفايرمنت فاريبل اللي ايش اسمه باث. بالتالي عشان نعمل هذا الشيء شو راح نساوي؟ في عندنا ايش هذا الكوماند، هذا الكوماند شو بيساوي لي؟ اول شيء في عندي الانفايرمنت فاريبل اللي هو الباث، انا شو بدي احط فيه؟ المسار. شو هو المسار تبعنا هون شباب؟ عفوا المسار تبعي اللي هو هوم جوبا ديسكتوب باث، هذا المسار كامل بدي احطه وين؟ محل هاي، شايفين هاي؟ هاي كامله بدي الغيها، بدي الغيها واحط محلها ايش؟ تحط محلها ايش؟ المسار ايش تبعي. وبعدين بدي اعمل اكسبورت لهذا الفاريبل، بدي اعمل ايش؟ اكسبورت لهذا الفاريبل. طبعا لقدام راح تعرفوا شو معنات ايش الاكسبورت. طيب خلينا مثلا نيجي نسوي هذا الشيء اللي بدنا اياه. نحط المسار تبعنا شباب. طيب خلينا نيجي نجرب نكتب ماي بروجرام. لاحظوا شباب هون اول ما كتبت ماي بروجرام طبع لي اياه. طيب خلينا نجرب مره ثانيه، هل بطبع لي اياه هون؟ لاحظوا برضه هون طبع لي اياه، بالرغم انه انا وين موجود؟ بالرغم انه انا موجود جوا الهوم جوبا، لكن البرنامج كامل وين موجود؟ في اي مسار؟ هوم جوبا ديسكتوب باث. وبالتالي انا عشان اعمل رن لهذا البرنامج لازم احطه وين؟ في هذا المسار. طبعا بالويندوز بالغالب اذا بتتذكروا كنا نروح على الماي كمبيوتر على السيستم، بعدين نحط الفاليو والمسار كامل لهذا البرنامج تبعنا كامل عشان ينعمل له ايش؟ رن. واضح لحد الان شباب؟ تفضل ايبك. دكتور هسه الباث فاريبل بيشتغل زي اللوكيت زي الداتا بيز ولا بيشتغل عادي زي يعني مثلا اذا حطيت كثير باثات بصير بطيء مثلا؟ لا ما 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 له علاقه، لانه اصلا بالنهايه هو شو مخزن فيه، يعني هو شو بالنهايه شو مخزن فيه. اذا بتيجي مثلا لهون خلينا مثلا نشوف يجيب لي اياها هون. لا ما جاب لي اياها. طيب اذا بتتفرج شو اللي مخزن جواته؟ هل اللي هي هذا عباره عن ايش بالنهايه؟ عباره عن تكست فايل، يعني مش هالحجم الكبير اللي جواته. هو اللهم راح يعمل لوك اب. لا يعني اذا طبعا انت لما بتحكي ثلاثة أربعة اسطر يعني انت بالنهايه العدد عندك قليل. هل في حالات ممكن توصل للمليارات؟ ممكن، بس بالنهايه بتعتمد على ايش؟ اذا انت عامل اوبتمايزيشن للكود تبعك، لكن بالوضع الطبيعي ما راح تاخذ منك وقت كثير. ليش؟ لانه اصلا انت يعني كلهم عدد المسارات محدده. بالغالب اغلب البرامج تبعتنا وين بتكون موجوده؟ بتكون موجوده اما في البن او مثلا في الاسبن. اغلبهم بتكون موجوده هون في هذول المسارين البرامج تبعتنا. اللهم مثلا في عندنا ايش؟ في عندنا ثيرد بارتي بروجرام، وين بتكون موجوده؟ في الاو بي تي. وبالتالي مش هالاماكن الكثيره يعني اللي بتقول انه بده يروح ايش يدور فيها. بس احنا في حالات مرات انه احنا عاملين داونلود لبروجرام او لسوفت وير معينه او عاملين كستمايزيشن لسكريبت خاص فينا، فاما بتروح توديه على تحطه في البن اوكي، او اذا بدك تحطه في الاس بن او في الاو بي تي.
اذا بتلاحظ اصلا اذا عمرك عملت سيرش على البرامج وين بتكون موجوده، بالغالب ما بيقول لك اعمل داونلود لبروجرام، اذا بتمشي على المانيوال تبعه وين اول خطوه شو بيروح يوديها؟ بيروح يودي لك اياها على الاو بي تي، او بيودي لك اياها على البن او الاس بن، هناك بيروح يحط لك البرنامج تبعك. ليش؟ لانه اذا رجعنا قبل شوي لهون، من اشهر الاماكن اول شيء وين بيروح بيعمل لوك اب؟ اول شيء بيروح بيعمل لوك اب على البن، بالتالي ايش هو بالنهايه بيروح يدور على البرنامج تبعه هناك او مش هناك. هو هي بالنهايه عباره عن كلها عباره عن بوينترز، هو بالنهايه كلها عباره عن بوينترز. طيب على سبيل المثال هون عندنا البرنامج اللي هو الاس، هذا الاس شو بيساوي؟ بيعرض لك الملفات اللي ايش بتكون ايش موجوده. طيب الشخص عمل برنامج اسمه فو، هذا الفو ما حدد ما حط جواته قيمه، وبالتالي لما تعمل له ران شو بيقول لك؟ البرنامج ده هون اذا بتحط المسار كامل اللي هو دوت بعدين سلاش بروح بيطبع لك ايش الفاليو ايش جواته. شباب في شغله بدنا ننتبه لها لما نعمل اكسبورت على المسار هذا، بدنا ننتبه لا نلعب في بعض الاشياء. ليش؟ لانه انت تخيل حالك شباب، اول مكان وين بروح يدور فيه؟ بروح يدور على البن. فتخيل حالك انك رحت ايش حذفت المسار هذا لمسار مثلا وهمي، او لمسار خلينا نحكي ما في الا برنامج واحد، وبالتالي اغلب البرامج اللي عندك على الكمبيوتر ما راح تقدر تشتغل. هذا الاشي بدنا ننتبه عليه لما نتعامل مع هاي الاشياء. طبعا الشيل فاريبل في له طرق كثيره عشان يعمل كرييشن لهاي المتغيرات، طبعا بتختلف حسب نوع التيرمينال او نوع الشيل اللي بنتعامل معه، لكن هو بالنهايه هو عباره عن طريقه ممتازه جدا، بتوفر علي الوقت، توفر علي الاحتماليه اني اكتب البرنامج غلط. فهي صراحه من الاشياء، لاحظ هنا في عندك مثال انه في عندي فاريبل، هذا الفاريبل فيه ايش مجموعه من الدايركتورز المسارات، وبالتالي انا شو اللي بدي اروح اساوي؟ بدل ما اروح اكتب المسارات كامله بروح اعمل ls لدي اي ار، وبالتالي بيروح يعمل لي يجيب لي الكونتنت تبعت كل هاي الملفات ويخزن لي اياها في المتغير اللي اسمه ايش فايل. طبعا المتغيرات نوعين، المتغير الاول اللي هو عباره عن اللوكال، طبعا هذا اللي بيستخدمه اليوزر وبيستخدمه الشيل. طبعا في عندك كمان النوع الثاني اللي هو الانفايرمنت فاريبل، اللي بالغالب بيجي مع الاوبريتنج سيستم وبنتعامل معه. واذا بتشوفوا اذا عملنا هون اذا عملنا برنت انف شو راح يطبع لك؟ راح يطبع لك كل الانفايرمنت فاريبل اللي بتكون موجوده مع الاوبريتنج سيستم، كل هاي الانفايرمنت فاريبل اللي موجوده مع الاوبريتنج سيستم. طبعا عشان تحول اللوكال لانفايرمنت بدك تكتب كوماند ايش اللي هو في عندنا كوماند اللي اسمه اكسبورت، بتحط اكسبورت بعدين اسم ايش الانفايرمنت فاريبل. طبعا الانفايرمنت فاريبلز او المتغيرات بشكل عام في لها شروط عشان ايش تنكتب، راح ناخذها في الشابتر الخامس. طبعا على سبيل المثال هون عندنا نوع الشيل اللي هو الاس اتش، وفي عندنا الكيشل الكورن شيل. طبعا هذول عشان اعرف متغير بس احط الاسم بعدين اشاره اليساوي بعدين ايش القيمه تبعته. لاحظوا هون مثلا هون ما في فراغ، هذه بدنا ننتبه عليها. في عندنا الطريقه الثانيه بكتب كلمه ست بعدين اسم المتغير بعدين احط ايش الاشاره اليساوي والقيمه ايش اللي بدي اياها. طبعا عشان استدعي المتغير لازم احط قبل المتغير عباره عن ايش دولار ساين، عشان استدعي المتغير لازم احط ايش دولار ساين. عشان احول اللوكال لا انفايرمنت فشو بحتاج؟ بحتاج اني اعمل اكسبورت لهذا المتغير، لازم اعمل ايش اكسبورت لهذا المتغير. طبعا امثله على بعض الانفايرمنت فاريبل، في عندنا الهوم. الهوم شو بيكون جواته؟ بيكون جواته المسار تبع الهوم دايركتوري لليوزر. يعني اذا بنيجي لهون ايكو دولار ساين هوم، لاحظ شو الديفولت دايركتوري
اللي هو سلاش هوم سلاش جوبا. الديفولت دايركتوري مين اللي بيحدده؟ اللي بيحدده اول ما تعمل يوزر اد، اول ما تعمل يوزر اد في مجموعه من الملفات موجوده في السكيلتون فايل. هاي الملفات اللي بتكون موجوده جوه السكيلتون فايل بيكون محدد جواتها الهوم دايركتوري تبع ايش؟ اليوزر. طبعا في عندنا كمان انفايرمنت فاريبل ثانيه اللي هي الباث. الباث اللي هو بيكون جواته السيستم وين يروح يعمل سيرش عشان ينفذ هذا الكوماند اللي انت بتعمله رننج. طبعا هنا الميل بيكون جواته الابسوليوت باث نيم. الابسوليوت اللي هو المسار الكامل، الابسوليوت اللي هو ايش؟ المسار كامل. طبعا الدولار ساين مع الميل اللي هو بيكون في الباث للميل بوكس تبعك. في عندنا كمان اليوزر، في عندنا تمام، مش كات ايكو. الايكو بيطبع لك ايش؟ اسم اليوزر تبعك. الشيل بيطبع لك نوع الشيل. اول ما تعمل لوجن، اول ما تعمل لوجن السيستم بيزتك على شيل معين، لانه حكينا الكمبيوتر ممكن يكون فيه اكثر من شيل. زي اذا بتفوتوا على اتوقع البن دايركتوري بيكون في عندك اكثر من شيل. والله خليني اشوف حسب ما اتذكر انه موجود هون. دقيقة شوية، لاحظوا هنا في عندنا الباش، نوع الشيل باش. شوفي عندنا كمان اتوقع في كيشل، مش متذكر هون اذا في كيشل او لا. طيب شباب، في عندنا باش وفي عندنا ار باش، في عندنا نوعين هون. وبالتالي انت اول ما تعمل لوجن او تعمل كريشن ليوزرز برضه بتحدد لك ايش؟ ديفولت شيل. هذا الديفولت شيل وين بيكون موجود؟ بيكون موجود متعرف برضه ضمن الملفات اللي حكينا لكم عنها قبل شويه. في عندك الدولار ساين اللي هو تيرم، بحدد لك نوع التيرم. في عندك البي اس 1 بيحدد لك البرومبت تبعك الخاص فيك، وبرضه هذا راح ناخذه في الشابتر تبع الباش. شباب الباش اللي هو الانتربريتر اللي نكتب فيه ايش؟ الكوماند. طبعا في عندنا كمان البروسيس لما بتكون شغاله بتعمل كوميونيكيشن اما مع بروسيس ثانيه او مع الانفايرمنت فاريبل. على سبيل المثال لما نعملها رننج بتحتاج ان نعمل باسنج للارجيومنت، عدد الارجيومنت والفاليوز تبعاتها. ممكن نعملها باسنج لانفايرمنت فاريبل، ممكن هي تعمل كوميونيكيشن مع ملفات، تعمل ريد من فايل او تعمل رايت على فايل. بس تخلص بيكون في لها اكزيت فاليو. اذا كانت زيرو معناته البروسيس تنفذت صحيح، اذا كانت اكبر من 1 معناته مش صحيح. السيجنالز برضه بامكاني ابعث مسج لهاي البروسيس اللي شغاله، انه بدي اعمل لك كل، بدي اعمل لك تيرمينيشن، بدي اخليك بالويت مود. برضه في عندنا البايبس اللي اخذناها المره الماضيه، اني بعمل ريدايركشن من بروجرام لبروجرام ثاني. برضه بقدر اعمل ريدايركشن على هذول البروجرام او البروسيس اللي بتكون شغاله. لاحظوا هنا السيجنال هي عباره عن مسج بتنبعث للبروسيس او لمجموعه من البروسيس، بتخبرهم عن شيء معين، بتخبرهم عن انه بدي اياك تنفذ اكشن معين. طبعا السيجنال هاي بتوصل عند الكيرنل، بيروح يشيك هل انت لك صلاحيه انك تعطي هاي السيجنال لهاي البروسيس ولا ما لك ايش صلاحيه. طبعا اذا لك، طبعا انت بتعطيه كمان سمبل نيم اللي هي الرقم، بتعطيها رقم مثلا 9 1 2، كل رقم له معين. طبعا السيجنال لما بتوصل لعند البروسيس هاي، اما هاي البروسيس بتعمل اجنور لهاي السيجنال اذا كانت في الصلاحيه تبعتها اقل، او بتنفذ الاكشن اللي هي بدها اياها، او ممكن تنفذ ديفولت اكشن بيكون موجود ضمن الليسته اللي معمولها كونفيجريشن جوا الاوبريتنج سيستم. طبعا في عندنا امثله على السيجنال زي السيجنال كل عشان اعمل كل البروسيس، وفي عندنا تيرمينيشن، وفي عندنا انيشياليزيشن، في عندنا ستوب، وفي عندنا كونتينوس، وفي عندنا الاي جي اف والجي باس كمان. في عندنا صراحه كثير من انواع السيجنالز.
اللي بنقدر نبعثها للبروسيس اللي بتكون شغالة. طبعا مرات بيكون في عندي بيرنت، البيرنت هذا له تشايلد، اذا كان التشايلد موجود ممكن يبعث سيجنال من نوع تشايلد سيج تشايلد للبيرنت اللي خاص فيه. طبعا البيرنت اذا بده يستنى التشايلد حتى يخلص يبعث له الويت سيجنال، ببعث له الويت سيجنال. طبعا اذا ما بده، اذا ما بعث له الويت سيجنال ممكن البروسيس بتضل في الزومبي ستيتس، يعني البروجرام البروسيس تنفذت لكن بعد ما تنفذت لساتها ايش محجوزه، وما محجوزه جوا الانتري وما عملت ريتيرن للبيرنت، او ما خلصت، خلينا نحكي ما نعمل ريموف للريكورد تبعها من الانتري اللي بتكون موجوده جواته، او التيبل اللي بتكون موجوده جواته، كل البروسيس اللي بتكون شغاله. طبعا في عندنا طرق عشان نعمل مونيتورنج لهاي البروسيس، زي عندنا البي اس يعمل مونيتورنج للستيتس تبعات اليوزر، اذا بدنا نعمل كل للبروسيس في عندنا الكل، في عندنا الويت البيرنت اذا بده يعمل ويتنج للبروسيس او بده يعمل تيرمينيشن لها ببعث الويت بروسيس apparent process wait for one of its children عشان يعملها ايش termination. في عندنا النو هاب، النو هاب بتخلي الكوماند او البروسيس محصن انه ينعمل له هانج اب او termination. في عندنا السليب مود كمان، وفي عندنا النايس عشان اقلل او ارفع البريوريتي تبعات البروجرام او البروسيس. بالغالب النايس الفاليوز تبعاتها ما بين الماينس 20 وال 19 او ال 20 حسب ما اتذكر. طبعا الباي ديفولت الفاليو تبعتها بتكون غالبا زيرو، الفاليو تبعتها غالبا ممكن تكون ايش زيرو. طبعا عشان تعمل ليستنج لكل البروس اللي انت عاملها رننج من الشيل، فبتكتب ايش بي اس. طبعا اذا بدك تعمل البروسيس ماينس اف شو بيطلع لك؟ بيطلع لك معلومات اكثر. يعني اذا بنروح لهون بي اس لحالها، لاحظ البي اس شو طلع لك؟ طلع لك الباش اللي هو البروسيس اللي عاملينها رن، وفي عندك كمان الكوماند اللي كتبناه اللي هو ايش بي اس. هذول التو بروسيس اللي شغالين فقط لا غير. طبعا بي اس، البي اس لحالها بتجيب لك البروسيس بالوضع الطبيعي اللي كانت شغاله من وين، من التيرمينال. البي اس لحالها من دون اوبشنز، اذا ما اعطيناها ايش اوبشنز، اذا اعطيناها اوبشنز زي مثلا ماينس اف، لاحظ بتطلع لك ايش معلومات زي اليو اي دي والبي اي دي والبي بي اي دي والسي والسيستم والتي تي واي والتايم والسي ام دي. طبعا اذا بنيجي لهون اليو اي دي اللي هو اليوزر اي دي اللي عمل رننج لهذا البرنامج او عمل دبل كليك، البي اي دي البروسيس اي دي، هون البيرنت تبع البروسيس اي دي، وفي عندنا كمان السي بي يو قد ايه يوتيلايزيشن للبروسيس هاي، في عندنا الوقت اللي كانت شغاله فيه البروسيس، البروسيس من وين كانت شغاله، التيرمينال تايب اللي عمل رن لهذا البروسيس، السي بي يو تايم تيكن باي ذيس بروسيس او البروسيس معمولها رننج، والسي ام دي الكوماند اللي عمل رن لهاي البروسيس برضه. طبعا في عندنا كمان طريقه ثانيه عشان نعمل بروسيس مانجمنت او بروسيس مونيتورنج اللي اخذناها المره الماضيه اللي هي التوب. لاحظ هون بعرض لك كل المعلومات، وهي اتوقع حكينا عنها المره الماضيه. في عندنا البروسيس اي دي، وفي عندنا اليوزر نيم اللي يملك هاي البروسيس، لاحظ هون جوبا هذا البروسيس اي دي. في عندنا البي ار اللي هي البريورتي، طبعا هنا الهاي فاليو تبعتها 20، وفي عندنا اللوست فاليو عباره عن ماينس 20، برضه في عندنا الان اي اللي هي النايس فاليو، وفي عندنا الفيرتشوال ميموري المستخدمه،
وفي عندنا الفيزيكال ميموري المستخدمه، في عندنا الشيرد ميموري، في عندنا الستيت ستابل البروسيس، في عندنا كثير من الستيت اذا كانت زومبي، اذا كانت معمولها ستوبينج سليبينج رانينج. كل هاي صراحه كل هاي الاشياء بتكون موجوده. في عندنا قديش ماخذه البروسيس هاي من السي بي يو، قديش ماخذه من الميموري، قديش بتاخذ وقت في الاكسكيوشن. كل هاي الاشياء صراحه بتكون موجوده عندنا هون. طبعا التوب برضه من خلاله بقدر اعمل كل البروسيس اللي بدي اياها. طبعا كيف ممكن اعمل تيرمينيشن للبروسيس؟ في عندي 3 طرق. الطريقه الاولى او بشكل عام في عندي 2 رئيسيات، اللي هي اما من خلال النيم تبع البروسيس، او من خلال ايش الاي دي تبعها. طبعا عشان انفذها في عندي كوماندين، اما الكوماند الاول اللي هو الكل، بعدين بحدد له الاي دي تبع البروسيس، او كل اول مع اسم البروسيس. طبعا هون انت بتعطيها هذا اذا بدك تستخدم الكل، هون بتعطيه الكل مع السيجنال اي دي مع ايش البروسيس ايش اي دي. كل هاي اللي بتعطيهم، لاحظ هون اذا بتعمل كل ماينس ال او عفوا كل ماينس واحد بيفرجيك آلية الاستخدام، اذا بتكتب كل ماينس ال بيفرجيك كل انواع السيجنالز اللي انت ايش بتقدر تبعثهم. فبتقدر تبعث مثلا كل واحد مع اسم البروسيس، كل اثنين، كل 11، كل 16، كل احنا بالغالب بنستخدم ايش الكل 9. طبعا الكل اول انا من خلاله بقدر اعمل تيرمينيشن للبروسيس باستخدام النيم تبعها. باي ديفولت اذا ما حددت نوع السيجنال بيبعث هو سيجنال ايش تيرمينيشن، سيجنال تيرم. بنيجي لهون السيجنال تيرم قديش الاي دي تبعها، دقيقة شوية وينها سيجنال تيرم، اتوقع هي لازم تكون اما 9 سيجنال كل هون، سيجنال ستوب. شباب لحد الآن واضح؟ واضح شباب واضح. طيب خلينا نحط كل سيجنال هانج اب، سنجل باس، سنجل انيشاليزيشن، سنجل ستوب، سيجنال ايش تيرم اللي هي نوع 15. باي ديفولت بيبعث ايش؟ بيبعث الاي دي تبعها اللي هو ايش 15. طبعا في عندك اوبشنز كثيره بامكانك تستخدمها، الماينس اي اذا بدك تعمل اكزاكت للبروسيس نيم. طبعا في عندك الماينس اي كابيتال عشان شو اسمه تعمل اجنورنج للكيس، كابيتال لتر وسمول لتر. في عندك الماينس اي عشان يسالك اذا بدك اذا هل انت متاكد ولا لا. في عندك الماينس او الماينس يو اذا بيعمل لك كيلينج بس للبروسيس اللي معموله او بيملكها يوزر معين. في عندك الماينس في بيعمل ريبورتينج اذا كانت البروسيس انعملها كل بطريقة صحيحة ولا لا. الطريقة الثانية صراحة اني اروح استخدم الـ اني استخدم التوب. بعد ما استخدم التوب بضغط على حرف الكي، بعدين بحط الاي دي اللي بدي اياه. طبعا في عندنا كمان شباب في عندنا النايس اللي حكيت لكم عنها، آلية الاستخدام بتحط النايس مع الماينس ان، بعدين ايش الفاليو اللي بدك اياها، بعدين اسم ايش البروسيس اللي بدك تعطيها ايش النايس فاليو. طبعا البرايورتي من ماينس 20 ل 19 او 20، مش متذكر، اتوقع يا 20 يا 19، برجع شيك لكم عليها.
هاي بشكل عام عن هذا الشابتر.